السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدوا وصفة سهلة اللي هي البطاطا مشرملة اللي كتصلاح تكون مقبلات ولا حتى طبق رئيسي لذيذة وسهلة في التحضير وكيبغيوها الدراري الصغار. هذه هي أهم حاجة. نبدأ بالمقادير. غنحتاجوا البطاطا اللي تكون مقطعة على شكل مربعات ولا مكعبات. غنحتاجوا المطيشه، عندي هنا واحد جوج مطيشات صغار محكوكين. غنحتاجوا الربع مقطع ومن الاحسن يكون قزبر غالب على المعدنوس. غنحتاجوا مطيشه الحك، الحامض المصير. هنايا عندي الزيت مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت المائله يعني الزيت العاديه. عندي الثومه، هنا واحد 3 ولا 4 دروس ديال الثومه مهروسين ولا محكوكين. التحميره، الابزار، الكمون والملحه. هاد البطاطا مشرمله كيبقى لك اختيار، تنسي زربانه غديريها في الكوكوط طنجره الضغط، كان عندك الوقت فتخليها طيب على خاطرها يعني هكا في قاميله ولا كاسرونه اللي كان، ولا كنتي زربانه غديريها في الكوكوط وتسدي عليها ما تاخذش الوقت بزاف. نبداو باول حاجه نديرو الزيت كيف ما قلت هنا، الزيت مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت العاديه. نديرو مطيشة، يعني الاربعات الحبات كبار ديال البطاطا كنديرو واحد جوج مطيشات صغار، كنت غنزيد البطاطا نزيد مطيشة اخرى. نديرو العطرية اللي كيبغي الهريسة ولا الحرور حتى هو يديرها، انا بالنسبة ليا الدراري مثلا مديرهاش. نديرو التومة، ربع مقطع قزبر، نزيدو مطيشة الحك اللي مبغاش يديرها يقدر يتفاداها، هي باش تعطينا ديك المريقة ملبية وواقفة. غنزيدو البطاطا، ونزيد غير شويه د الماء يعني كنعرف البطاطا دغيا كطيب وباش تجينا المريقه ملبيه. بالنسبه للحامض دابا نردوها فوق العافيه، غير تبان لينا البطاطا شويه بدات تطيب يعني تقرصات شويه يعني واحد 5 دقائق ما كاملاش، وغنحط هاد الطرف ديال الحامض نحطو من الفوق باش كيهبط ديك البنه ديالو البطاطا ونخليها حتى تطيب وندفي عليها. ملي كطيب البطاطا ديالي والمريقه كتوقف يعني كتجيني واحد المريقه ملبيه صافي كنطفي عليها. كيف ما قلت كيبقى لك اختيار واش بغيتي تسدي عليها في طنجره الضغط ولا طيبها غير هكا في القامله ما تاخذش وقت ديال الطياب، وكتجي بنينه بنينه بزاف. نتمنىكم تجربوها، نتمنى اللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بجيم ديالو بتعليق محفز، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي مرحبا بك، كنتمنىك تشترك وتفعل الجرس باش يوصلوك فيديوهات جديده. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم.